مرحبا بكم في حلقة جديدة مع صورة جديدة. غادي نقلوا من خلالها مهرجان نوعي، مهرجان يهتم بسينما المرأة هنا بمدينة سلا. إيمانا بالابتكار الفيلمي السينمائي، تسعى إدارة المهرجان جاهدة للتكيف مع التغيرات البيئية والاجتماعية من خلال وضع برمجة غنية تنفتح على تجارب نسائية جديدة. اختارت قضايا المرأة كموضوع وأبدعت فيها المرأة كمشروع سينمائي. إذن برؤية متجددة تنطلق خلال لحظات أجواء حفل افتتاح الدورة 17 للمهرجان الدولي لسينما المرأة هنا بمدينة سلا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة أدام الله عزه ونصره. فمرحبا بكم مرة ثانية. سعيدة هادي معنا سناء الزاعي، مرحبا بك. اهلا، مساء الخير. اليوم حنا في مهرجان من نوعية خاصة، مهرجان خاص بفيلم المرأة. تماما، هذه الدورة 17، مهرجان اللي كيساهم دائما في الإشعاع ديال السينما بصيغة المؤنث وتيحظى برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. حنا يعني دائما سعداء، وأنا شخصيا سعيدة لأنني أتشرف دائما بمرافقة المهرجان وتقديم حفلات الافتتاح والاختتام. حنا اليوم في مهرجان سلا، حنا اليوم في ضيافتك. مهرجان سلا هو الحاجة الوحيدة اللي تجيبني لمدينتي سلا كل عام، فهمتيني؟ دونك فوالا سي ان فيستيفال كي دور. مرحبا بك بلد الثاني المغرب. الله يخليكي، انا دائما ببقى مبسوط ان انا في المغرب. بصفتكم مدير مهرجان اسوان اللي خاص بفيلم المرأة، فما هي خصوصية فيلم سلا؟ سلا اللي هو مهرجان الأقدم في المنطقة العربية ويمكن وفي أفريقيا، المتخصص في أفلام المرأة. كمان بيبقى دايما في سينمائيين مهمين، في وجود قوي للسينما في أفريقيا كمان دايما في مهرجان سلا. هو تجمع، بالتأكيد تجمع مهم لكل صناع السينما ولكل المهتمين بسينما المرأة بشكل خاص. يعني pour présenter mon film documentaire en compétition Les Bouffes. Et c'est un honneur pour moi et l'occasion de faire de belles rencontres et de voir toutes ces femmes cinéastes. Vous êtes aussi réalisatrice? Oui, moi je suis Mallory Eloi Pesley. Je viens présenter mon film L'Homme Vertige. Et c'est un honneur, c'est la première projection sur le continent. Et je suis contente de pouvoir montrer la réalité de la Guadeloupe au Maroc ici et surtout de rencontrer toutes ces femmes réalisatrices, actrices. هذا مهرجان المرأة بيان سور تلبت لي دعوة غادي نجي لأنه مهرجان عزيز علينا يعني من سنين وأنا كنحضر ليه وكيعجبني الندوات اللي كيكونوا فيه، كيعجبني كيفاش كتعطى هي المرأة معطية حقها. الحمد لله في المغرب مع الناس هذا المشكل، ماشي غير المهرجان اللي غيعطيها حقها، ولكن هنا كتحس براسك فعلا كاينين ندوات، كاينين حوار مع المرأة وكنصنتوا المرأة مزيان. مرحبا بك. اهلا بيكي حبيبتي. الله يبارك فيك. ما رأيك في اليوم نحتفل بالدورة 17 من مهرجان يهتم بسينما المرأة؟ سعيدة جدا لأن أنا كنت متواجدة تقريبا من 11 سنة في أول يعني بدايات المهرجان وكنت في لجنة التحكيم، فإن أنا أرجع تاني للمهرجان وأتكرم فأكيد حاجة تسعدني جدا. يعني نعلم جميعا أن عندكم يعني في الجمهورية المصرية مهرجان أسوان الذي يهتم بسينما المرأة، فما هي خصوصية مهرجان سلا؟ مهرجان سلا يمكن مهرجان أقدم من مهرجان أسوان للمرأة، لكن الاثنين بيجمعهم ان هما مهرجانات قريبة للقلب، قريبة للجمهور، وبيهتموا بسينما المرأة، ودي حاجة بالنسبة لي عظيمة. يعني اليوم نحتفل بالدورة 17 مهرجان الفيلم هنا بسلا، واللي عنده خصوصية واللي سبق أن كرمتي في هذا المهرجان. نعم، أنا عندي واحد العلاقة خاصة مع مهرجان سلا. علاش؟ لأن أولا مدينتي اللي تولدت فيها وكبرت فيها وقريت فيها، ثانيا خصوصية المهرجان يعني بالماستر كلاس اللي كيدير، بالنجوم اللي كيجيب، لا تيماتيك ديالو اللي هي المرأة، اش غنقول لك، يعني افلام لاول مره كتكون في المغرب، فهاد الخصوصيه اللي كيمتاز بها كنحرص على انني كل سنه نكون وكنتلاقى مع صديقاتي ومع اصدقائي سواء من المغرب او من الخارج. مرحبا بك سعد عزيز السالمي. ميرسي بوكو، بارك الله فيك. هذه مده. الله يبارك فيك. احنا اليوم حاضرين في واحد اليوم اللي هو عنده خصوصيه، افتتاح الدوره 17 ويتم تكريم الممثله سعديه الاديب ورفيقه دربي. شكون هي سعديه الاديب؟
ما عرفتهاش. الممثله ايمان الدري. وي وي اليوم كاين تكريم ديال الاستاذ ديال اديب الزوجه ديالي وفي نفس الوقت الفنانه المعروفه والمحبوبه من جميع الجماهير المغربيه. كلمه في حق الام ديالك لاله سعديه الاديب واعره. الله يخليها لكم. ميرسي بوكو بارك الله فيك. كلمه كاع حقك وليدك ماما واعره. انت هدرتي. اي طفل غادي يقول على ماماه واعره دونك وي سامتوش بوكو. بغيت نشكرهم بزاف على هذا التكريم، تكريمي وانا مازال في اوج العطاء ديالي وانا مازال في هذا السن دفعه جديده كيعطيني نفس قوى جديد باش نتابع باش نكمل هو مسؤوليه دونك كنشكرهم بزاف. انا كنعتز بهذا المهرجان لان انا واحد من المؤسسين ديال هذا المهرجان. هذا المهرجان عطى واحد الاشعاع للمراه المغربيه خصوصا ان جمع واحد الطفره ديال المخرجات اللي برزوا سواء متخرجين من معاهد متخصصه او من الناس اللي كانوا كيهواو السينما وانطلقوا ولقوا واحد الفضاء اللي كيهتم بهم وخصوصا كيعطيهم فرصه انهم يشوفوا افلام ديال النساء وقضايا النساء ويحتكوا بتجارب نسائيه دوليه. هي مناسبه للقاء للحوار تبادل التجارب بين السينمائيين والسينمائيات وهي دورة منفتحة على ضيف المهرجان وهي المجهر والمهرجان له جوائز وأنشطة ثقافية متنوعة ندوات وحوارات وتقديم مؤلفات فمرحبا بالجمهور السلاوي والرباطي وكل أبناء هذا الوطن العزيز. يستمد برنامج هذه الدورة 17 غناه من تعدد الروافد والجسور الثقافية والفنية لكي اقترحها فهو بذلك يفتح آفاقا جديدة في استمرارية البحث عن انشغالات المرأة السينمائية ضمن انخراط المهرجان في ثقافة التقدير والاعتراف. تم تكريم الفنانة المغربية سعدية الأديب تحفيزا لمسارها الفني اللي ابدعت فيه سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون. المهرجان الدولي لفيلم المرأة رسالة. هذا المهرجان عنده واحد المعزة كبيرة في قلبي، تابعته من الدورات الأولى ديالو وحضرت كضيفة شرف وحضرت كعضوة لجنة التحكيم واليوم كنحضر كمكرمة. وتقديرا لمسيرتها السينمائية تم أيضا تكريم الممثلة المصرية داليا البحيري واللي بدعت بمشاركتها سواء في الشاشة الصغيرة أو الشاشة الكبرى فهنيئا للمكرمتين. تكريس ثقافة الاعتراف ضمت خلال هذه الدورة أيضا تكريم السينما المجرية على كل ما تشاركه مع السينما المغربية بفضل تراثها السينمائي الغني والذي يضم مجموعة من المخرجات المشهورات. أصبحت دولة المجر دولة نشيطة في مجال الإنتاج المشترك السينمائي الدولي. Alors pour nous, l'Hongrie c'est l'invité spécial pour cette édition 17e. Alors que pensez-vous de cette initiative? Mais écoutez, c'est pas la première fois que la Hongrie est ici invitée sur un festival. Cette année, nous sommes très contents, autant plus parce que c'est un festival des femmes, des actrices, des créatrices. Donc chez nous, les femmes prennent de l'ampleur plus en plus importante, comme au Maroc. Donc moi, j'étais extrêmement ravi et content que je pouvais être ici, donner quelques mots de bienvenue. Et j'espère que tous les films qui seront présentés aussi vont renforcer cette relation bilatérale entre la Hongrie et le Maroc, qui est déjà de toute façon très riche. وقبل ختام حفل الافتتاح تقدمت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية سواء للأفلام الروائية الطويلة أو الأفلام الوثائقية لتنطلق رسميا فعاليات الدورة 17 من مهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا. تسعى ندوات هذه الدورة 17 من المهرجان الدولي لسينما المرأة لتشخيص وضعية الناقدة السينمائية ومناقشة خصوصية كتاباتها النقدية من خلال استضافتنا للأستاذة انتصار دردير والأستاذة جايا مامبو لنتابع أهم ما جاء في وجهات نظرهن كناقدات سينمائيات.
قبل التطرق لمناقشة وضعية الناقدة السينمائية، تم طرح تساؤل حول مدى وجود كتابات نسائية تنتقد الأعمال السينمائية بكل موضوعية وبالبلدان العربية. البلاد اللي فيها صناعة سينما راسخة عندها نقد سينما، ناقدات ونقاد. حين لا يتواجد صناعة سينما أو تبقى ضعيفة أو تبقى إنتاج محدود جداً، وبالتالي ما بتلاقيش نقاد يعني الاثنين مؤثرين في بعض. الفنان بيعمل حساب لما تكتبه. بعدين كمان في معهد نقد فني متخصص في مصر من 50 احتفل هذا العام بنصف قرن 50 سنة على بدايته. المعهد ده بيخرج نقاد فقط في مجالات السينما والمسرح والموسيقى وفي مختلف مجالات الفن. حاولت كل ضيفة مشاركة في الندوة أن تقارب واقع الممارسة النقدية في بلدها، كما أضافت الناقدة الكونغولية جايا مامبو أن الكتابة النقدية النسائية قد تختلف شيئا ما حسب مدى خصوصية المواضيع المتناولة. amenées à être plus aptes à parler de certains sujets ou être plus touchées d'une autre manière ou être plus sensibles à certains sujets parce qu'elles ont l'expérience ou l'intérêt un peu plus développé que l'homme. La critique est subjective, on le sait, on peut parler d'un film parce qu'il nous a plu, on a aussi le travail d'en parler parce qu'il faut qu'il circule, qu'il soit vu en salle, que ça touche les gens. Mais les femmes étant déjà sous-représentées, je pense que les critiques des femmes sont toujours la bienvenue. Il y a des expériences que nous sommes plus aptes, qu'on a plus facile à parler des hommes, par exemple. Donc je suis peut-être plus attirée par des films où je vais voir peut-être la tête d'affiche où ce sont essentiellement des femmes noires, où la personne principale est une femme noire de 40 ans, maman de 3 enfants. Ça va peut-être plus me parler que de voir une bande d'hommes blancs pour un film, voilà. لتبقى إسهامات النقدية السينمائية في صفوف النساء نسبية، وهي مناسبة لإبراز أهميتها ومدى تأثيرها على عملية الإنتاج الفني السينمائي. احتفاء بضيوف المهرجان، اخترنا أن تكون ضيفتنا خلال هذا العدد الفنانة المصرية هنا شيحة للوقوف عند أبرز محطاتها الفنية والحديث عن مشاريعها المستقبلية وأيضا لإبداء رأيها حول دور المرأة في السينما ومدى مساهمتها في الحقل السينمائي الإبداعي. مرحبا جماع بضيفتنا الفنانة هنا شيحة، مرحبا بك. مرحبا بك. وكيف حالك؟ مبسوطة بزاف؟ الله يبارك فيك. مضبوط؟ بزاف 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 بزاف. وكيف حال شيحة؟ رشا شيحة كيف حالو؟ كويسين كلهم الحمد لله. الملاحظ أن يعني الأب الوالد الفنان التشكيلي يعني توفق في اختيار أسمائكم، والأسماء البنات على نفس الوزن. هنا حلا، رشا، مايا. ما شاء الله. إذا بغينا نغتنموا هذه الفرصة ونعود إلى بدايات الفنانة هنا شيحة، فأنت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل، شاركتي في مجموعة من الأعمال التلفزيونية وبعضها السينمائية، فكيفاش كانت التجربة؟ تقييمك لهذه التجربة؟ زي ما بتقولي أنا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وعملت فيلم حب البنات. ده كان أول فيلم بعمله، كان سنة 2003، وده كان عام التخرج بتاعي، واتعرض بعدها بسنة، وكان تجربة خاصة جدا لأن أنا أول فيلم بعمله بطولة مناصفة مشتركة مع الفنانة مع ليلى علوي وحنان ترك وأشرف عبد الباقي، فكان مع نجوم مهمة وكبيرة، وانبسطت جدا بالتجربة وتعلمت فيها كتير قوي، واشتغلت مع ممثلين علموني حاجات مهمة، أساسيات المهنة، بروتوكول إزاي الممثل اللي يبقى موجود قبل التصوير بكام ساعة، احترام الآخر، أخلاقيات المهنة كما يجب أن تكون مع النجوم الكبيرة دي. فأنا أكيد لحد النهاردة ممتنة إن أنا وقفت في أول مرة سينما، وكان فيلم خان
خام خام يعني كان لسه خام بيحطوا خام عرفتي يعني انا حضرت الخام فكانت تجربه جميله جدا. كان استاذ سمير بهزان مدير التصوير، استاذ خالد الحجر المخرج، تجربه كانت قويه جدا ومهمه جدا بصراحه ان حد يبتدي مع نجوم كبيره فيتعلم منهم وياخد مبادئ المهنه من الجيل الأكبر. أكيد. على ذكر المخرج محمد خان، فما هو تقييمك لتجربته معك؟ كيف كان؟ حبيبي الله يرحمه. قبل زحمة الصيف نفس السيت اب. نعم. شايفة الجمال؟ أكيد. أنت لما تكوني جنب بحر، بحيرة، نهر، دايما بيكون عندك سيرانيتي، بيكون عندك إحساس بالهدوء وبالبراح وبالنفس. الجو البحر بينعكس حالته النفسية على البني آدم. فالفيلم ده كان في نفس السيت اب زي ما احنا كده موجودين على البحر. صورناه لمدة شهر. القصة بتاعته هي في حتة بعيدة عن كل الأنواع، لأنه الفيلم ده فيلم نون بلوت، يعني مش فيلم ليه حبكة وصراع. هو قصة بتدور في 3 أيام أو 4 أيام، هو الأسبوع اللي هو قبل زحمة الصيف. وبتشوفي حياة الناس بشكل متوازي. فالفيلم ده ليه مكانة خاصة جدا في قلبي، كبيرة جدا. وتجربتي مع محمد خان يعني تحسب لي في تاريخي. إن أنا اشتغلت مع راجل بالحجم ده وبالتاريخ ده، صاحب أفلام مؤثرة جدا. زوجة رجل مهم، موعد على العشاء. يعني لو اتكلمت من هنا لبكره مش هخلص ومش هنتهي. وقد ايه انا كنت بحب محمد خان واثر فيا بشكل شخصي كبير قوي قوي. واهم الاشياء اللي استفدتيها من تجربتك مع المخرج محمد خان؟ اولا كان دايما هو عنده جمله مشهوره جدا اسمها نكست. خلصنا نكست، تفكريش في اللي عملتيه، فكري في اللي جاي. ما يبقاش عندك ريجري لأي حاجة مرت، لأنه اللي مر خلاص، ما عندك تقدريش تغيري فيه حاجة. اللي عدى من ربع ساعة خلص بقى في الماضي. عندك اللحظة اللي انت عايشة فيها، حبيها استمتعي فيها، لأن هي اللحظة اللي تملكيها دلوقتي. دي لحظة حقيقية جدا، واقفين هنا حالا دلوقتي. اللحظة القادمة تعرفيش يكون فيها خير، يا رب ان شاء الله. بس ما تعرفيش هتجيب لك ايه. فدايما خليكي يعني عيشي اللحظه وخليكي موجوده فيها. بي بريزنت ان ذا مومنت، سي تري امبورطون، سي تري امبورطون. انا بحاول ابراتيك الفرنسي اللي بقالي كتير قوي مش بستخدمه، وبستخدمه من اول ما جيت المغرب، فمبسوطه يعني. وسامحوني لو غلطت. لا مرحبا بك. اذا بحكم مسارك الفني وتجربتك اللي خطيها لسنوات ولعقدين من الزمن، ما هو يعني رايك او تقييمك لصوره المراه في السينما العربيه عموما؟ بصي انا اتمنى ان انا اوصل ان انا اعمل اللي انا نفسي فيه، وده اللي مخليني الفتره اللي جايه يعني احاول اخش في مرحله انتاج واخراج افلام قصيره، علشان اتكلم في المواضيع اللي انا شايفه ان انا محتاجه اتكلم فيها. لانه الممثل دايما في الانتظار، لانه ينتظر العرض، عنده مشاريع بيحاول يعمل لها بيتشنج، بيحاول يسوقها عشان يشتغلها. بس لما يكون الممثل عنده قدرة ان هو يعمل برودكشن، يعمل هو الانتاج، دي افتكر خطوة مهمة علشان يبتدي هو يبقى عنده تحكم في اللي هو نفسه يقدمه، ما يبقاش دايما في انتظار النص اللي يعرض عليه. فدي خطوة بحاول اعملها دلوقتي، فان شاء الله تنجح يعني. نتمنى كل التوفيق. ميرسي. بحكم ان الفنانه هنا شيحه خضتي مجموعه من التجارب خلال مشاركتك في مجموعه من المهرجانات، على سبيل المثال مهرجان الدولي لسينما المراه هنا بالمغرب ومهرجانات اخرى، ما هو تقييمك للافلام يعني التي وقعتها نساء مبدعات؟ بصي انا كنت في كذا لجنه تحكيم، مش قادره اتكلم عن المهرجان ده بالذات لان احنا لسه بنعمل ديليبريشن. بس بصفه عامه الافلام ابتدت تبقى يعني في افلام كثيره جدا مهمه لمخرجات سيدات عندهم وجهه نظر قويه.
سينما المرأة ابتدت تبقى موجودة بقوة. أنا مبسوطة في سالة المهرجان ده من أعرق المهرجانات وأقدم المهرجانات للمرأة. ده الدورة 17، فهو أفتكر هو أول مهرجان للمرأة في الوطن العربي، مهرجان سالة. مهرجان مهم ولحد دلوقتي شفت أفلام مهمة، ومبسوطة بتواجد السيدات بوجهات النظر المختلفة دي في الأفلام، لأنه وجهة نظر الست بتبقى عندها حساسية غير وجهة نظر الرجل. مشروعك الفني المستقبلي لنبغوه نشاركه مع الجمهور الكريم؟ هو هيبقى فيلم قصير مبدئيا، يعني هيكون 10-15 دقيقة. هيكون انتاجي وتأليفي واخراجي كله على شوفتي بقى، كله على بعضه، كله على بعضه. خديش الكاسكات بثلاثة. لا، لانه يعني هي فكرتي، وهو مش هيكون معاه ديالوج كتير. هو الفيلم من غير ديالوج، هو هيبقى يعني اكتر سينما مكثفه اكتر، الصوره يعني هي المعبره، الصوره هي المعبره اكتر من الكلام. الكلام هيكون قليل جدا. وهو عن يعني عن وجهه النظر، تمام، بوينت دو فيو، كل واحد واقف فين شايف ايه. فيعني انا كده قلت لك اكتر من اللي المفروض اقول. قراءه فلسفيه لموضوع ما. موضوع فلسفي يعني، هو في الاخر بوينت دو فيو يعني. كل توفيق يا رب ان شاء الله. ما سخيناش بك كما كنقولوا بالدارجه العاميه، ما سخيناش بالفنانه هنا شيحه، ونتمنى الله يهنيك في حياتك الفنيه وحياتك الشخصيه. ميرسي كتير، اشكركم جدا وتابعونا، وميرسي جدا على الاستضافه الحلوه دي. هذا واجب. يواصل المهرجان الدولي لفيلم المرأة توسعه في الانفتاح على تجارب سينمائية مختلفة من توقيع مخرجات نساء. اخترنا طرح قضايا إنسانية وتسليط الضوء على مجتمعات هامشية وغيرها من المواضيع التي أكدنا من خلالها حضورهن في عالم الفن السابع. Asante. Mungu atafungua milango. Wala tutakoma popote. Nafikiri kuna kitu kikubwa kinaweza kikatokea. التقينا بسيسي ميلاي مخرجة الفيلم الوثائقي اللي كيحمل عنوان القبر الفارغ، واللي غادي تقربنا من موضوع هذا الفيلم. German colonialists left my country Tanzania. بعدما ترك الاستعمار الألماني بلدي تنزانيا، هناك الكثير من الجثث المفقودة والمقابر المفتوحة. أود أن أقول هذا لأن الكثير منها تم أخذها خلال تلك الفترة لإجراء أبحاث عنصرية في ألمانيا، لم يتم إعادتهم أبدا، لذلك كانت هذه العائلات تنتظر، فالقبور فارغة وما زالت العائلات تبحث عن رفاث أسلافها. kwamba manini hatukuwa na uwezo au kwa sababu sisi tuna ngozi nyeusi. I am talking about my history. But this history has been kept here. لماذا اخترت هذه القصة؟ This story because هذه القصة لأنها قصة عالمية، فهي تحكي عن الخسارة وعن الحب الذي يمكن للجميع أن يرتبط به، ولا أحد يريد أن يعيش مع ألم عدم قدرة على دفن شخص يحبه. في الواقع أردت أن أتحدث إلى العائلات بشكل مباشر، ليس لجعل فيلما سياسيا كبيرا أو فيلما تاريخيا، بل الهدف هو جعل فيلم يتناول قصة شخصية إنسانية وكيفية تواصلنا كبشر. كان الأمر مهمة بالنسبة لي كمخرجة الفيلم. tunachojua sisi ni kwamba hata wajerumani hawatakuwa salama kwa sababu nao walifanya hiki kitendo kwetu huko, hawatakuwa salama kwa hiyo damu. Wir sprechen von einer Person von etwa 10.000 Schellen. و
ومن الأفلام الروائية المشاركة في المسابقة الرسمية خسرنا لكم الفيلم الماليزي Tiger Stripes كأول تجربة سينمائية للمخرجة أماند نيل إي. في ماليزيا في مجتمع ريفي صغير تعيش زفان البالغ من العمر 12 سنة. في منتصف سن البلوغ تدرك زفان أن جسدها يتغير بسرعة مثيرة للقلق. كان لقي أنا كم يبتعد أصدقاؤها لأن المدرسة تبدو تحت تأثير قوى غامضة مثل النمر الذي يتم مضايقته وطرده من موطنه. دائما في إطار المسابقة الرسمية التقينا بالمخرجة مالوري ألوا بيسلي للحديث عن حكايات مدينة من خلال الفيلم الوثائقي لانفيرشيج. Donc c'est un film qui parle de l'errance. L'errance comme état d'être au monde, comme manière d'exister. Comme pour moi, l'errance, c'est pas seulement des personnes qui vivent dans la rue, c'est aussi un moyen de résister à l'oppression. Parce que les personnes que je filme sont beaucoup, pour beaucoup, ils ont vécu ailleurs, ils ont vécu en France et ils sont retournés vivre en Guadeloupe. Et c'est le même constat, c'est le même constat de voir que l'île ne bouge pas, est dans une inertie politique, sociale, économique. Et donc, il y a un repli sur soi, il y a un silence, en fait. في 93 دقيقة تخبرنا هذه الحكايات عن الاختفاء البطيء لمن؟ لهؤلاء؟ لأنفسنا؟ Je bouffe la rue. Pour moi, ces personnes disent quelque chose, chacun, de la Guadeloupe aujourd'hui, de l'histoire, de tout ce qui a été silencié, oublié, invisibilisé. Et ces différentes façons d'exister. Il y a des gens qui sont encore vivants et qu'on a tués, qu'on a silenciés. Et donc, pour moi, c'était ça. On n'est pas mort, on existe. Et le fait, ce film témoigne de notre existence. Et comme un temps qu'à qu'avant ça sous le coup, mon feu va sous le coup de matraque, ça frappe fort, me joue de révolte, la violence qu'il sème tôt ou tard la récolte. Je n'ai pas peur des uniformes, je n'ai pas peur des colbas encore. هذا العدد هو سيناريست مخرج ولد المدينة مدينة سلا أثار بأعماله السينمائية الجدل بين النقاد والإعلاميين إنه المخرج أحمد بولان. مرحبا بك سي أحمد. مرحبا بكم في سلا وغادي نعمل بكم دويرة ونحكي لكم تقريبا شنو هو اللي حصل في هذه المدينة وشنو هي الذكريات ديالي وشنو علاقتي الاحترافية بهذه المدينة. الله يبارك فيك. يلا تفضل معايا. أنا هذه كانت المدرسة اللي كنت نقرأ فيها المدرسة القرآنية أو المسيد. مسيد كانت عندنا المسيد. فقيرة اللي تتقرينا ماشي فقيرة فقيرة مرة مرة كتقريكم القرآن في ديك الوقيتة كتقبيحه فهمتي أش من سنوات تقريبا من قلت 59 كانت عندي 3 سنين 59 60 61 61 دخلت المدرسة تعلمت القرآن هنا قرينا كلنا قرينا القرآن كلنا دخلنا الكتاب فوالا دونك وهذه الساحة هذه هي اللي غادي نعاود لك فيها اللي صورت فيها عدد ديال الأفلام ديالي وداك الشيء نعم إذن هذه هي باب حسين هذه سيتي لا بلاص تقريبا للمدينة اللي كنت ملي كنت صغير كذلك كاين كيف قلنا المسيد اللي قريت فيه وكان الفران ملي كنت نجيب الخبز وكان كتسخر زعما الام ديالي كنت نجيب الخبز بسمني وهذا كانت السقاية كنا نسقيو الماء فهمتيني وهذه مدرسة ديال البنات فهمتيني والأجمل من ذلك هو أنني هنا صورت جوج ديال الأفلام صورت سفر في الماضي وعلي ربيعة والآخرون دابا اليوم درتي أنني سفر في الماضي سفر رجعنا بك المراحل القديمة سفر في الماضي دونك صورت سفر في الماضي هنايا
وعاود رجعت سوت كذلك سفر في علي ربيع الاخر، لان هذه البلاصه هذه من غير انها عندي علاقه بها على مستوى الذكريات ديالي والطفوله ديالي، لان تقريبا هذا هو هذه هي لا بلاس دو لا فيل، فهمتيني الساحه ديال المدينه بحال في دونك دون لي فيل ميديترانيان وداك الشيء، يعني قليل فاش ستصيب مدن عندهم ساحه فهمتيني اللي فيها المدرسه السقايه كتجمع فيها كل شيء، الفران المسيد بوليس تكاد انت هو علي؟ لا خي علاش؟ انا اللي كنسال ماشي انت. كاين ناس مع الدار تحت عيط عليه؟ يلا اطلق قول لي صاحبك بغاك. بلاش بلاش ملي ترجع البس وجهك على خاطرك. ها رد بالك عندك يمشي يقول لك راسك شي حاجه. هذه الجوله اللي قمنا بها في مختلف الاماكن اللي كتمثل الحنين للماضي، ذكريات الطفوله لسي احمد بولان، كتوقفوا في هذا المكان في هذا الفضاء التاريخي ايضا اللي هو باب الجامع وايضا المدرسه المرينيه. واخيرا غنجلسوا عيتينا سي بولان كانت جوله بمعنى هذا المحل الذي تعجبني بزاف، تعجبني الهندسه ديالو، يعني لان هذه العقيبه هذه وهذا الجامع فاش تعجبني وتذكرني بالطفوله كذلك، تعجبني بزاف لدرجه انني جبت فيلم هنا تصور فيلم ديال شهرزاد مع كاترين زيتا جونس من اخراج فيليب دو بروكا، بحيث هنايا هذا الديكور هنا ما بقيناش نعرفوا فيه العودان والناس يعني. بعداد لي ميلي نوي شو لسنتي فيا كنتي اش من مهنه كتزاول معاهم؟ مساعد مخرج؟ كنت مساعد مخرج، مساعد مخرج هو تيقلب على الادوار الثانيه وتيقلب على الديكورات وكذا، فلما كنا غنصوروا في الرباط واحد المره جبت فيليب دو بروكا لهنايا غير باش نتسارى مع واحد الحد، قال لي علاش ما وراوليش هذا المحل هذا؟ قلت له هو، قال لهم غادي نصوروا هنايا، بالفعل صورنا واحد من احسن المشاهد في الفيلم ديال اكيد فكرتي في مدينتك وفكرتي في الحي ديالك. وهي مناسبه السي بولان بغيت نذكر الساده المشاهدين ان احمد بولان كان في البدايه ديالو دار التمثيل، من بعد مشى لمرحله الانتاج، دوزتي مختلف الادوار اللي كنعرفوها في السينما، مدير كاستينغ، مساعد مخرج، لتصل الى المحطه الاخيره اللي هو الاخراج. فلماذا هذه المهام كلها قمتيها وفي اعمال وطنيه وايضا دوليه؟ شنو هو تقييمك للتجربه او ما هي الاضافه اللي استفدتي سي بولان؟ البدايه ديالي كانت في سنه 74، بديت في الفرقه الاذاعه والتلفزيون كممثل، الفرقه ديال حبيبه مدكوري الدغمي مع امينة رشيد، يعني كنت انا اصغر واحد كان عندي 16 سنه. فاشتغلت في خلال واحد الخمس سنين معاهم وفي التلفزيون كذلك، وهناك بديت تنساعد شي شويه، تنحاول ماشي نقتصر على التمثيل، فبديت بالنسبه للتلفزيون تنحاول نكون مساعد متسخر ولا شي حاجه. السينما هي هذه السينما كلها سخرة على المخرج براسو تيتسخر للجمهور تماما على ايين. فمن بعد مشيت لايطاليا 79، بديت نفكر باش نقرا سينما في ايطاليا، بالفعل مشيت لايطاليا عشت عام وسنه ونصف اللي ما استطعتش انني ندرس سينما، ولكن استفدت من الوجود ديالي في ايطاليا انني ندرس اللغه وندرس الثقافه الايطاليه ونتعرف الى اخره. وبعد سنه ونص وداك الشيء تلاقيت مع ناس اللي شغلوني فيلم ايطالي كبدايتي كمساعد مخرج، بلا ما قريت لا سينما ولا انا باقي كنت باغي نمشي نقرا، وكنت طلبت منهم يعني باش يساعدوني باش نقرا، قال لك بغيتي تقرا السينما جيت تقراها معنا في البلاطو ديال التور. وهي احسن حاجه انك في الميدان. بالفعل، وتما كانت البدايه ديالي كمساعد مخرج، وبديت ندير مدير الكاستينغ تنساعد، من بعد ذلك بديت ندير شويه الانتاج، مساعده في الانتاج، مساعده في، ولكن دائما بقيت تنشتغل حتى وصلت انني اصبحت مساعد مخرج اول، اللي اشتغلت تقريبا مده 25 سنه في الافلام الاجنبيه اللي عطاتني واحد التجربه كبيره، يعني عشت جميع
جميع الحالات أو جميع المهن السينمائية. فاش رأيك سي بولان؟ هناك واحد الجملة كيقولوها عليك بأن أحمد بولان سي لانفون تيريبل دو سينما ماروكان. بون ما ردك تيريبل أو مشاكس؟ تنظن لأنه الأفلام ديالي أولا دائما تارت نوعا من الجدل اللي بغيتي تقولي ولا تضجة يعني. والافلام ديالي يعني تتشبه لي يعني لما تشوف الفيلم ديالي تلقاه تتناسب مع الشخصيه ديالي يعني ما تنحاولش نكذب من خلال يعني لو سميناها بين قوسين الابداعات ديالي او الاعمال ديالي باش نكونوا فهمتيني. بالفعل ملي كنشوفو كنعرفو هي يعني توقيع ديال بولان كاين البصمه ديال بولان. بعد اول شريط سينمائي طويل علي وربيعه والاخرون قمت ايضا باخراج الفيلم اللي حدث ضجه يعني اعلاميه وايضا مع النقاد هي ملائكه الشيطان في سنه 2007. انا امي وبوتينا اللي دائما تيدوز. انا امي بوتينا هو في عمل تلفزيوني كان من انتاج القناه الثانيه ودائما يعني كنديروا باعاده البث ديالو. اي بالفعل لانه حقق كان عمل ناجح. كان عمل ديال السينما هذاك درناه في التلفزيون في الوقت اللي كان التلفزيون تيعمل شي أعمال يعني كنا تنعملوا أعمال سينمائية في التلفزيون ديك الساعة. وقبل ما نختموا هذا اللقاء السي بولان نبغوا نتعرفوا على المشروع السينمائي الجديد اللي باقي ما خرجش القاعات السينمائية واللي اختاريته له كعنوان كازابلانكا داكار. لماذا كازابلانكا؟ أولا نتكلموا على المشروع. هو هذه 10 سنين ما اشتغلتش ما عملتش فيلم. وفيلم كازابلانكا داكار هو أولا فيلم من إنتاجي وبدعم من المركز السينمائي المغربي وبالاشتراك في الإنتاج مع القناة الثانية. كازابلانكا داكار هو تيحكي قصة أرشيتكت مهندس اللي تيمشي يشتغل في داكار ومراته تتبقى حامل وفي الوقت اللي تيبغي يجي باش يحضر لا 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 يعني المولود ديالو داك الشيء تيبغي يشري البي ديال الطياره تيجي الكوفيد تيحصل هذا ما عندك الحصل تيبقى حاصل في داكار ولكن هو خصو يجي باي طريقه كانت. فالطريقه الوحيده اللي تتبقى له انه يجي حارق باش نحبسوا هنايا ونخليو الناس. سعاد بلقائك السي احمد بولان ما سخيناش بك ونتمنى ان شاء الله تكون عندنا فرصه اخرى في لقائك في هذا العمل الجديد وتكون عندنا له متابعه وفرصه ايضا للمشاهدين انهم يشوفوا هذا العمل السينمائي الجديد. شكرا لك وشكرا للقناه الثانيه والاخوان التقنيين. لك شكرا هذا واجب. برنامج هذه الدورة 17 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة يصل إلى نهايته باستقبال ضيوف حفل الاختتام وأيضا أعضاء لجنة تحكيم الفيلم الطويل الفيلم الوثائقي ثم أعضاء لجنة تحكيم الجمهور الشبابي ليتم الإعلان عن المتوجة أو متوجات هذه الليلة. Alors les films en compétition, bien qu'ils soient dans la catégorie jeune public, on a vu qu'ils faisaient preuve d'une grande maturité à tous les niveaux. Ah, c'était une mission très intéressante, surtout pour le jury, ce qui nous concerne, pour le jury documentaire. On a vu des très beaux films. Et pour vous alors ? Bah écoute, on partage le même avis, on a eu de très belles surprises, des très beaux films avec des thématiques qui nous ont beaucoup touchés et on espère avoir été à la hauteur. Oh, amazing film festival. مهرجان سينمائي مذهل وهذا ما نحتاجه في العالم. نحتاج إلى صنع أفلام ومكان لعرض أفلام مذهلة حول العالم وصانعيه المبدعين. Amazing filmmakers. وسهلا بكم، شكرا جزيلا على هذه الكلمة الطيبة. والله يرحم والديكم. صحق كل خير يا سيدي. بارك الله فيك العلي. شنو هو رأيك في هذه الهوية الخاصة بمهرجان سلا؟ وهي هوية زعما دابا خدات البصر ديالها صافي لونطو ودابا الحمد لله أنه سينما المرأة ولات سينمات كثيرة من كل دولة من كل بلاد كاينة من هنغاريا من بلغاريا كاينة من مصر كاينة من تونس كاينة من بزاف ديال البلايص والسينما المغربية حاضرة هذا بقوة الحمد لله. الأفلام مشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية
تميزت ببرنامج رفيع، خصوصا أن هناك تيمة يعني تجمع جميع هذه الأعمال هي البلوغ، بلوغ الفتيات وكل ما يترتب عن ذلك من مشاكل وعقد نفسانية، وكيف استطاعت المخرجات القبض عليها من خلال موشور حساسية فنية، مثلا فيلم تايجر سترايبس أو خطوط النمر للمخرجة الماليزية أماندا نيل، كانت تحول يعني من هذا الطابع الإنساني إلى الغيرية هو الذي أعطى القبض على هذا الجانب. ماذا عن فئة الأفلام الوثائقية؟ الأفلام الوثائقية هذا العام لم تكن كثيرة، أعتبر أن فيها تركيز كثير على القصص الإفريقية، يعني كانت قصص ملهمة جدا. مثلا البارحة شاهدنا فيلم من تنزانيا يتحدث عن آثار الاستعمار من خلال بحث عائلات عن استرداد هذا الرفات بشكل يعني رمزي، وفي نهاية المطاف البحث عن الغفران أو البحث عن تكفير عن هذه الجرائم الاستعمارية. وكانت هناك أفلام أخرى ذات مستوى متفاوت. C'est la célébration du cinéma de femmes et c'est aussi la célébration d'un cinéma marocain féminin qui est poussé, qui monte depuis maintenant plusieurs années. On en a une très belle démonstration ce soir. On peut être fier. Bah, c'était un jury passionnant, c'était des conversations autour de films vraiment très très intéressants, une sélection très riche. مهرجان سينما المرأة هو واحد عام أساسية في المشهد السينمائي الإبداعي الفني المغربي. نتمنى أن المرأة هي بارقة الأمل للمجتمع، تفرد لها مساحات أكبر ومساحات اللي يكون عندها الوقع الكبير، تأثير الواسع. والمرأة إن شاء الله الخلود والبقاء والعطاء. وشكرا لكم وشكرا للبرنامج ديالكم. تمنى لهذا المهرجان الاستمرارية، ولا سيما أنه مهرجان فيلم المرأة، والمرأة نصف الرجل، هي أمنا وهي أختنا وهي مرتنا، يعني أتمنى الاستمرارية. وإن شاء الله بغيت يكون مهرجان دولي بصفة رسمية. على مدار 6 أيام يصدر المهرجان الدولي لفيلم المرأة ستار الدورة 17 بتتويج فائزي مسابقة الجمهور الشبابي. أنا جد فرحة بهذا التتويج في مدينة سلا، المدينة اللي كتعني لي بزاف، والجوري اعترف بالفيلم وعطاني التتويج هذا وأنا جد فخورة. فيما حصل الفيلم الوثائقي القبر الفارغ على تنويه خاص. إن حصول الفيلم على هذا التقدير هو في الحقيقة أمر لم أكن أتوقعه، لذا أنا سعيدة للغاية ومتفاجئة للغاية، ولا أستطيع الانتظار لأخذ هذا إلى فريقي وإلى زميلي المخرج المشارك. لتعود جائزة الفيلم الوثائقي لون فيرتيج للمخرجة مالوري ألوا بيسلي. Très reconnaissante de ce prix qui met en lumière les problématiques de mon île et voilà qui je me dis peut-être quand on ose se regarder vraiment le reste du monde nous voit et voilà je pense que je pense même c'est le premier prix pour un film guadeloupéen au Maroc. Donc وفي فئة الفيلم الروائي الطويل حصد الفيلم المغربي علي الهامش على جائزة الضفة الأخرى للمخرجة جيهان بحار. بينما فاز الفيلم الفنلندي جافيدا على جائزة المهرجان الكبرى للمخرجة كاتيا غواريلوف الذي تناول موضوع الإدماج القسري للشعوب. لك بهذا الفوز. شكرا جزيلا. بالطبع أنا أشعر بشرف كبير وكان ذلك مفاجأة كبيرة، لكنه كان شرفا كبيرا أيضا. بالطبع هذا المهرجان السينمائي للنساء والقصص النسائية مما يجعله مميزا وفريدا للغاية.
ظل مهرجان الدولي لفيلم المرأة تظاهرة سينمائية تدخل ضمن خانة المنصات التي تدعم الأمل وتعكس روح الإبداع للنساء في العالم. هنيئا لكل المتواجدين، هنيئا لكل الفائزين بجوائز الدورة 17 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة هنا بمدينة سلا. لكم مني من فريق العمل أجمل تحية، إلى الملتقى.